بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم عن معلومة ممتازة جدا ورائعة جدا وكلنا بنبحث عنها، وهي كيف يحبني الناس. كل شخص بيتمنى إن كل الناس تحبه، لكن الطريقة اللي أقدر أخلي بيها الناس تحبني إيه هي؟ كل شخص بيسأل إزاي أوصل لقلوب الناس؟ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أحد الصحابة بيسأله، يعني مش متذكر بصراحة النص للحديث، ولكن المضمون هو اللي احنا عايزينه، يعني او مضمون الموضوع او الحديث. كان احد الصحابة بيسأله بيقول له: يا رسول الله، دلني على شيء ان فعلته احبني الله واحبني الناس. يعني حاجة ان عملتها يحبني الله ويحبني الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هنخلي محبة الله سبحانه وتعالى المرة دي كده عن الفيديو ده، وهنتكلم الناس تحبني ازاي، او الوصفة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها للصحابي اللي بيسأله عن ان ازاي الناس تحبه، ناخدها بالراحة كده ونتكلم فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. معناها ايه ازهد فيما عند الناس؟ يعني خليك زاهد في اللي عندهم، ما تبقاش انت عايز اللي عنده دايما. يعني انت شايف ان الشخص ده عنده حاجة، ما تقولوش انا محتاجها، ما تاخدش حاجة غصب عنه، ما تحسسش الشخص ده ان انت شايف ان كتير عليه اللي هو فيه او النعمة اللي هو فيها، هيكرهك. ما تحسدش الشخص في النعمة اللي عنده، هيكرهك لو حسدته. لو حس الشخص منك بشعور معين، حاجة من اتنين: اما هيحبك او هيكرهك. لو حس ان انت بتعامله وانت مبسوط للنعمة اللي هو فيها وعندك ارتياح للوضع اللي هو فيه، هيحبك، لانك انت مش هتضره في اي حاجة. كمان لو حبيت انت الشخص ده، هو هيتعامل معاك بنفس الكيفية، يعني مش انت هتكرهه وهو هيحبك ابدا. بكل تأكيد محبتك ليه هتخليه يحبك. كمان الزهد في الحاجة هو يعني عدم البحث عنها، وعدم يعني بزهد في حاجة في الدنيا، يعني الحاجة دي مش هي ذات قيمة قوي بالنسبة لي. يعني ممكن في ناس تحب المال بدرجة شنيعة، يعني بدرجة كبيرة جدا، لكن في ناس تانية مش فارق معاها المال. المال ده وسيلة للحياة، فبالتالي هو زاهد في المال. بالتبعية، لو انا زهدت في اللي عند غيري، بكل تأكيد هو هيحبني. مش لازم اشوف عندك فلوس ابقى عايز انا اخد الفلوس دي، او انا كتير قوي عليك الفلوس، لازم بالتالي مش هحبك. علشان نحب بعض يا جماعة، لازم نكون حابين لبعض الخير. علشان الناس تحب الناس، يعني انا علشان شخص يحبني لازم اتمنى له الخير، ولازم احب ان يكون هو دايما في خير، ولا اكره بالنسبة له شيء الا الشيء اللي هو يضره اكرهه. يعني مش اكره الشخص، اكره الضرر الواقع عليه. بالتالي هو هيتعامل معايا بنفس الكيفية. هو ده هنا زي ما بنقول كده تفسير الزهد في الحاجة. الزهد في الحاجة دي ان انا مش عايز منه حاجة، يعني انا بتعامل معاه بدون رغبة في حاجة ولا احتياج.
انا بتعامل معاه بنية صافية، بنية صادقة، بإحساس كويس، بشعور جميل، بصرف النظر بقى عن ما عنده او ما يملكه. ما يملكه ده هو رزقه من الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لازم نتعامل من هذا المنطلق. يعني لو كنا حابين ان احنا نحب بعض، ادعو الجميع يا رب كده للتعامل بمحبة وبمودة وبتمني الخير للجميع. كلنا نتمنى الخير لبعض يا جماعة، محدش بياخد من رزق حد ابدا، اللي بياخد رزقه بس، مش هياخد من رزق لا جاره ولا قريبه ولا اي شخص. اتمنى للجميع يا رب الخير والسعادة، ونلتقي في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.